شارك آلاف الأمريكيين في مراسم التأبين الأخير لجورج فلويد الذي فجر مقتله على أيدي الشرطة احتجاجات واسعة في أمريكا وخارج أمريكا، وطغى الحديث عن تحقيق العدالة للضحايا السود خلال حفل التأبين. وجرت مراسم التأبين في إحدى كنائس مدينة هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ فلويد، وكان من بين المشاركين أسر عدد من الأمريكيين السود الذين قضوا على يد قوات الشرطة.